يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. احنا النهارده زي ما حضراتكم عارفين عندنا حصه مهمه جدا في الهيرنج بكره ان شاء الله. حصه مهمه في الهيرنج هنحكم فيها ونقول كلمتين اللي كنت طالع منها ما شاء الله قالت لي ان هم لسه علينا في البيزنس سي ام اس. فاول حاجه خليني افكرك تاني ان انا علشان اسمع فانا بسمع صوت، وعلشان اسمع فربنا خلق لي الاذن، ولما ربنا خلق الاذن يا ياسمين فكان في اكسترنال اير بيننا نزلت من الكنال تنبلك من برين، ثم دخلت انا الميدل اير، وبعدين بعد كده هوصل الى الكوكليا. يهمني قوي يا ضحى انك دايما تسمع الكلام كويس، لان يعني يا احمد لو انت مركز بس في الحصه المفروض لما اسالك حتى لو مش مذاكر تخبط في اي حاجه. فتذكر دائما يا صديقي أن الميدل إير هي إير فيلد كافيتي. سامعني يا كوثر؟ هنا فيها دي حاجة مهمة. وجواها 3 في 2 في 1. يعني إيه يا محمد 3 في 2 في 1؟ يعني في عندنا 3 أنماط. واحدة اسمها ميليس وتانية إنكس وتالتة ستيبس. وعندنا عضلتين. واحدة اسمها تنسل تمبناي والتانية اسمها ستابيديس. وعندنا كنال اسمها الاوستيكيج. فلما اجي اقول لحضراتكم انا جايبكم النهارده يا اولاد اولا عشان اشرح الميدل اير في عجالة قبل ما اخش على الموضوع المهم، فالدكتور احمد تقول لي ومالك مش عيب. الميدل اير عبارة عن اير فيلد كافيتي فيها 3 و2 و1. ايه هما الثلاث حاجات يا عم عوض؟ 3 عظيمات ميليس انكس سبيس، وعضلتين تنسل تمبناي وستابيديس، وكنال اسمها الاوستيكيج. فسالت ضحى طب يا ضحى ايه بقى اهميه الميدل اير دي؟ قالت لي بص اول اهميه انها بتنقل الصوت بريفرنشالي يعني تحديدا للاوفر ويند. وانا عايز الطلبه الاذكياء اللي عندهم ضمير اللي هو مش انتوا يعني يبص على البورد كويس قوي ويلاحظ ان الميدل اير فاتحه على كوكليا بتو ويندوز، واحده اسمها الاوفل والثانيه اسمها راوند. خد بالك يا شباب يعني ده بيوصل الصوت هنا ودي برضه بتوصل الصوت هنا. بس الميدل اير لما بتشتغل بتنقل الصوت من التمبانيك ميمبرين الى الاوفرمن مش الى داون. هو انا نقول لو الصوت راح لداون هسمع؟ اه هسمع. بس هيبقى في مشكله كبيره قوي 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 هتكلمكم بعد شويه. عشان كده يا حلو من المهم ان الميدل اير لما تنقل الصوت من التمبانيك ميمبرين تنقله تحديدا لمين؟ الاوفرمن. ده كافيتي والصوت جه هز التمبانيك ميمبرين. احنا هننقل بقى اهتزازات التمبانيك ميمبرين الصوتين الى الكوكليا الى الاوفر ولا راوند؟ ده ميمبرين ولا ميمبرين؟ كان في شباكين فاتحين على الكوكليا، شباك اوفر شباك راوند. احنا في الميدل اير ممكن ننقله للاثنين، بس احنا بنحاول دايما ننقله مين؟ للاوفر. اشمعنى؟ اقول لك بس. ثم رقم 2 يا اباء، العلماء قالوا ان هذه العظيمات بتعمل حاجه اسمها فيزيكال بروتكشن اوف ذا كوكليا. بيني وبينك يا هشام لو انت اعترضت انا معترض معاك. يا عم دي عظيمات صغيره جدا. ازاي تقول لي ان ليها دور في الحمايه بتاعت الكوكليا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حاطط الكوكليا قلب جوه قلب السكال. التلات عظيمات دول صغيرين جدا بيحموا الكوكليا. كلام مش مقنع يعني. بس هم قالوا بما ان ده عظم فاي عظم له دور في البروتكشن. ما تشغليش بالك بالموضوع ده يعني عارف ايه؟ اول وظيفه طريقه يعني
أنا بلغي للصوف أنت ملك من مدين إلى. طب خلي دي دلوقتي يا الله. أنت دلوقتي أول وظيفة أعتبر دي أول وظيفة. ليه؟ إن أنا بحمي الكوكب. أنا مين؟ أنا العصيمات بتوعك. خلاص؟ نيجي للوظيفة دي. الوظيفة المهمة أوي يا هاني اسمها الـ Impedance Matching. اسمها إيه؟ Impedance Matching. ركز بقى عشان هنا محتاجين شوية ذكاء. ايه الـ Impedance Matching ده وتصور؟ معادلة الإعاقة. يعني ايه ما يصير معادلة الإعاقة؟ حد فيكوا عارف ان الصوت في المية أسرع من الهواء؟ صوت بينتقل في المية أسرع من الهواء. أسرع بس أضعف. ركز. أسرع بس إيه يا صفية؟ يعني إيه أسرع بس أضعف؟ يعني لو حضرتك حاطط دماغك تحت المية في البسين انت مش هتسمع الناس اللي ورا. ليه يا علي؟ اسمعهم اضعف بكتير. عارف ليه؟ لان الصوت في الهواء يمكن ابطا سنه بس قوي بيتحرك بسهوله. لما الصوت يا زايد بيوصل عند الميه، الميه بتحوشه بتعوقه فتبدا قوته. سامعني يا شباب؟ الصوت في الهواء ابطا شويه، لو دخل الميه يبقى سريع. بس انا مش بتكلم على السرعه، انا بتكلم على قوته. قوته هيحصل لها ايه يا عبد الله لما يخش الميه؟ هي حد مختلف معايا في هذه الظاهره الفيزيائيه؟ دي ظاهره فيزيائيه، الصوت في الميه اضعف منه في الهواء. المفاجاه اللي هنتكلم عليها بعد شويه باستفاضه يا لام ان هذه الكوكليا مليئه بالماء. مليانه ميه. مليانه ايه؟ ميه. بس سهيله لو انت بتفكري الصوت اللي انت سامعاه في الهواء بقوه اول ما يخش جوه الكوكليا هيحصل له ايه؟ يبقى ضعف. بقى انت دلوقتي يا عم حسن وانت سامعني المفروض ان انت سامعني اضعف من صوتي الحقيقي. طب يا نهار اسود هو انت صوتك اصلا اعلى من كده واقوى من كده؟ يقول لك لا لا انا صوتي كده فعلا. تقول ازاي يا عم تقول ان الصوت دخل في الميه وبقى اضعف؟ هقول لك ما هي الميدل اير عدلة الضعف. ودي وظيفة اسمها ايه؟ امبيدنس ماتشنج. اسمها ايه؟ امبيدنس ماتشنج. حد فاهم احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا بنقول ان الصوت قوته هتقل. فاحنا عايزين نعمل ايه يا رنا؟ نرفعها بقى. هو الصوت قوته هتقل كم مرة يا مصطفى؟ قال لك الصوت قوته هتقل 22 مرة. فالميدل اير عايزة ترفع قوة الصوت كم مرة؟ 22. قامت عاملة ايه يا ناس؟ قامت اولا استخدمت فرق السايز. قال لك الصوت بيجي على التمبانيك ميمبرين ثم ينتقل الى الاوفل ويندو. ينتقل الى مين؟ الاوفل ويندو. فلما الصوت يجي على التمبانيك ميمبرين واحد على الاوفل ويندو يبقى 17 عشان دي حجمها 17 ضعف دي. ده برضه قانون من قوانين الميكانيكا ان لو حضرتك جيت اثرت القوه على مساحه ثم نقلت نفس هذه القوة من مساحة كبيرة إلى مساحة صغيرة فالقوة تتضاعف. وعلى حسب فرق الحجم أو فرق المساحة هيبقى فرق القوة. تاني التمبانيك ميمبرين قد الأوفر ويندو 17 مرة. فلو أنت زقيت التمبانيك ميمبرين بقوة واحد هتتحول على الأوفر ويندو إلى قوة كام؟ 17. الحاجة التانية أن هذه الأوسيكلز الثلاثة بتشتغل مع بعض بقانون كان علينا احنا زمان في الإعدادي اسمه الليفر سيستم. قانون الرافع. فكان يقول لك لو عندك حاجة كده ومحور الارتكاز في النص وطول القوة أطول من طول المقاومة فالمهم يعني نتج أن الواحد سيصبح واحد من ثلاثة من عشرة. يبقى لو أنت أثرت على التمبانيك ميمبرين واحد فاحنا واحنا بننقله اولا هنحول الواحد لواحد وثلاثه من عشره بحكم ايه؟ الليفر سيستم. ثم بحكم السايز هنضاعف الواحد وثلاثه من عشره كم مره؟ 17 مره. فيبقى الواحد اللي انت عامله اصبح كام؟ يعني حضرتك لو صوتك هنا قوته واحد على بال ما يوصل الاوفر ويندو قوته هتبقى كام؟ 22.
ثم يخش الميه يحصل له ايه؟ يقل 22. هتسمعه على طبيعته. حد فهم الميت الجديد عملت ايه؟ الميت الجديد بتعمل وظيفه في منتهى 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 الاهميه اسمها الامبيدنس ماتشنج. اسمها ايه يا ايمن؟ يعني ايه امبيدنس ماتشنج؟ معادله الاعاقه. يعني ايه معادله الاعاقه يا حسام؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف ان الكوكري مليانه ميه. صوتها يخشها هيضعف 22 مره، اما رفعه لك 22 مره. رفعه ازاي 22 مره يا كوثر؟ اولا اعتمادا على فرق السايز، وثانيا اعتمادا على قانون اسمه الليفل سيستم. حاصل ضرب الاثنين اداني 22 مره. طب الناس الاذكياء تقول لي عشان كده احنا لازم ننقل الكوفر ويند. طب لو انا تخيلت معاكم ان احنا طلعنا ان شاء الله السنه الجايه او اللي بعدها على حسب بقى ما يبقى الاي ان تي موجود، وجالي عيان طبله ودن مخرومه، فانا جيت اتكلم جنبه فالصوت دخل على لاوند وهزها، هسمع ولا مش هسمع؟ هسمع، بس هسمع صوته ايه بقى؟ اقل من الطبيعي 22 مره، لاني ما عرفتش انقله مظبوط. فهيبقى عندهم في العمل حاجة اسمها كوندكتيف ديفنس. اسمها ايه اسماء؟ ما هو الكوندكتيف ديفنس؟ هو عيانين بيسمعوا بصعوبة شديدة لأنهم مش عارفين يوصلوا الصوت صح. يعني ايه يوصلوا الصوت صح؟ يعني يوصلوه بالميدل ايد. اشمعنى الميدل ايد يا أحمد؟ أصل الميدل ايد بتعمل الوظيفة اللي اسمها؟ ماشي. اسمها ايه؟ معايا أمال؟ صعب الكلام ده يا ريش؟ أنا فاهم. طب تعالي بقى هلال اما احكي لك على وظائف العضلات. العضلات دول واحدة فيهم اسمها تنسور تمبراي. فالدكتورة أميرة مشكورة قالت لي ابيع ايه بقى؟ اكيد انت مش هتقولي تنسور تمبراي بتعمل ايه يعني؟ تنسور تمبراي من اسمها هي اللي مخلية تمبانك ممبرين. لكن انا عايز احكي لكم على الاكوستيك ريفلكس. ايه الاكوستيك ريفلكس؟ أكوستيك ريفلكس ده هو التصادق. هو الريفلكس بيحصل لما الإنسان يتعرض إلى أصوات عالية. يا زينب لو فاكرة لما كنتوا صغيرين أنتوا صحبات الوزراء وكنتوا تيجوا عند قدام بعض وتقعدوا تقولوا لبعض إيه؟ توت! أشوف حركة دي؟ حركة دي ما شاء الله علينا كلنا ممكن تبوظ بالنا كلنا. ليه؟ لأن صوت عالي وقوي هيتنقل على الكوكليا هيبوظ الريسبتور اللي هحكي لكم عليه بعد شوية. ربنا سبحانه وتعالى حمينا ان لو الانسان مننا تعرض لاصوات عاليه تقوم العضله دي تنقبض والعضله دي تنقبض. فنقل الصوت بيقل. نقل الصوت بيحصل له ايه؟ بيقل يا ملاك. وبناء عليه الصوت القوي قوي ده هيتنقل اقل قوه في محاوله لحمايه الكوكليا. في محاوله لحمايه مين يا انجي؟ تاني تاني تاني. انا بحكي لحضراتكم على ريفلكس مهم اسمه الاكوستيك ريفلكس. اسمه يا حسام؟ يعني ايه اكوستيك ريفلكس يا عم حارث؟ يعني اذا تعرض الانسان لصوت عالي قوي فحضرتك هتعمل كونتراكشن في العضلات بتاعه الميدل ايد بتاعتك عشان تقلل شويه نقل الصوت. بس هذا الاكوستيك ريفلكس يا علي يعيبه حاجه، له لونج رياكشن تايم. له ايه يا مينا؟ يعني بياخد وقت. يعني لو انا جبت المسدس بتاعي ورحت جنب ودن هشام وقمت ضارب طلقه، هشام مش هيسمع تاني. ليه؟ عشان صوت الطلقه عالي قوي. تقول لي طب ما هو هشام هيعمل اكوستيك ريفلكس، اقول لك مش هيلحق. سامعني يا عبد الرازق؟ الاكوستيك ريفلكس عظيم بيحميك من اللاوت ساوند، ولكن له لونج رياكشن تايم. له ايه؟ فحضرتك بناخد وقت عشان ننفذه. لو جيت فيري رابيد اند شولد ساوند هتبوظ لك الدكتور اللي سابه. معايا يا حسام؟ معلومه ثانيه عن الاكوستيك ريفلكس انه بيشتغل اثناء النطق. المعلومه دي الحقيقه معلومه خطيره جدا بالنسبه لي. انا دايما كل الناس اللي بتقعد تاكل معايا خصوصا الناس اللي هم الديليك الدنيا السلمان اللي هم بياكلوا بالشوكه والسكينه، اول ما يقعدوا ياكلوا معايا الديليك يقول لك كني زي كده انت انا بيقعدوا يقعدوا معايا بيزعلوا قوي. ليه؟
لان انا وانا باكل هم كلهم بيدعوا ان انا عامل صوت معركه حلبيه وانا باكل. يدعوا قال لهم طب انا هعمل لكم ايه يا جدعان؟ انا بطبخ زي كل الناس. يقولوا لي اقفل بوك. طب انا بقى اقفل بوك يقول لي كده كويس. طب انا لسه بطبخ برضه عم مش سامع حاجه. ما هي هياها يعني بالنسبه لي. الحقيقه حسن ان انا كده كده وانا بطبخ مش سامع صوت المطبخ. ليه؟ لان وانت بتطبخ مشغل الريفلكس اللي اسمه اكوستيك ريفلكس اللي حواليك سامعينه بقى. تمام؟ فعلشان هم ما يسمعوش طب انت عامل ايه؟ قفل بوق. انت هيتهيألك انها مش فارقه لان كده كده انت ما انتش سامع. عشان الاكوستيك ريفلكس بتاعك شغال. بس اللي حواليك هم اللي هيحسوا الفرق. وانا هفضل اقفل بوق مفتوح يا احمد هتبصني انا ذاكر. بس لو حد قال لك اقفل بوقك وانت بتاكل خليك عارف ان انت عامل فعلا دوشه بس انت مش سامعها. مش سامعها يا ايمن. انت مش شغال تمام؟ نوصل لاخر حاجه في الميدل اير. وهي وظائف الاوستيك اند تيوب. ولما اقول لكم يا اولاد ايه هي وظائف الاوستيك اند تيوب فخلوني افكر حضراتكم تاني ان القناه ديت ان الكافيتي ده مقفول وفي ميوكس. فانا اولا انا اللي هجدد لك الهواء. الاول انتوا عارفين من الاناتومي طبعا الاوستيك اند تيوب ديت ممتده من هنا لفين؟ للايزوفالز. تمام؟ عشان كده عبد الله بنجيب الهواء من الايزوفالز دخله على ميدل اير ودايما بتغير لك الهواء بتاعك. ادي واحده. اثنين هي اللي بتيكوالايز البريشرز. واعتقد منكم ناس كتير سافروا بالطياره فلاحظوا حكايه انه بيجي الوقت ما بيسمعش. احكي لك بقى. الاول الضغط هنا زي الضغط هنا ده الضغط الخارجي وده الضغط جوه. حضرتك يا صفيه ان شاء الله بتركب الطياره وهوب عملت الطياره طالعه فوق. فالضغط فوق قل. الضغط هنا لسه عالي. التمبانيك ممبرين يحصل له ايه؟ يتزق كده. يبدا ما ينقلش الصوت كويس. تقوم حضرتك المضيفه الشيك تقوم جايه مطلع لك لبانك. ليه؟ عشان حضرتك تقعد تنضغ فتشغل الاوستيك اند تيوب. يقوم الضغط هنا يقل هو. فيرجع التمبانيك ممبرين يتظبط. اسمع كويس. بقى الاثنين قليلين قام هوب الطياره نزلت قام الضغط ورا هوب. عشان كده في البنتين دايما عشان واحده وانت طالع والثانيه انت فاهم حاجه. يبقى الاوستيك اند تيوب هي اللي بتجدد الهواء وهي اللي بتيكوالايز البريشرز وهي اللي بتعمل درينج للسكريشنز. يا بلال لو حد فينا عنده سكريشن في الميدل اير فالسكريشنز ديت هتخرج عبر البلعوم من الاوستيك اند تيوب. اقول لك بقى معلومه مهمه قوي قبل ما تروح للاطفال. احنا كلنا الاوستيك اند تيوب بتاعتنا عامله كده. شايف صوابعي عامله ازاي؟ من الميدل اير الى النيزوفالنس. بس حضرتك لما كنت طفل صغير كانت دماغك عامله كده. فكانت الاوستيك اند تيوب عامله كده. ايه بقى الفرق؟ هيدا السكريشن طول ما الاوستيك اند تيوب عند حضرتك عامله كده فهي هتجيب السكريشن من الميدل اير الى الفارنكس. بس لو بقت هوريزونتال لا دي ممكن تجيب من الفارنكس الى عشان كده تقريبا كل الاطفال الصغيرين يبقى عندهم الاول التهاب في الحل يقعدوا يعيطوا وانت ما انتش عارف مالهم. وتاني يوم يبداوا يمسكوا ودانهم. هما ليه ماسكين ودانهم يا سهى؟ لان الانفكشن انتقل من النيزوفارينكس الى الميدل اير. اشمعنى؟ عشان في الاطفال الاوستيك اند تيوب بتبقى هوريزونتال. تبقى ايه يا ضحى؟ هوريزونتال. حد فاهم حاجه من الكلام اللي انا بقوله؟ يبقى قبل ما اخش بقى في الجد انا عايز بس اراجع معاك بسرعه قوي. ان الميدل اير هي اير فيلد كافيتي. حد عرف اهميه كلمه اير؟ عشان تبقى فاكر ان دي الفلاوت وهو دوت اللي هيعمل حاجه اسمها امبيدنس. وعشان كده في فانكشن اسمها ايه؟ اي جي امبيدنس ماتشنج. امبيدنس ماتشنج اسمها ايه؟ اذا الميدل اير عباره عن اير فيلد كافيتي جواه 3 و2 و1 3 واسكنز 3 ايه؟ واسكنز 3 ايه؟ واسكنز و2 واحدة خلايا اوستيك اند تيوب. وبعدين قلنا الفوائد بتاعت الميدل اير. اول فايده كبر
Cover the sound differential to the over window. Explain. Cover the sound. Cover the sound differential to the open window. بننقل الصوت تفضيلا الى الاوفر ويندو. تمام؟ تفضيلا يعني الى الاوفر ويندو عشان ده الافضل. يبقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كابل ذا ساوند ديفرنشال تو اوفر ويندو. مين؟ ثلاثة
الخطين الاحمر والاسود دول، الخطين دول يا صادق هما تو ميمبرينز. هما تو ايه؟ ميمبرين. الميمبرين اللي تحت دوت يا سهيل اسمه البازيلال. اسمه ايه؟ البازيلال. اللي فوق ده اسمه لايسينال. اسمه ايه؟ يا رانيا يعني حتى لو انت مش شايفه الكلمات ومش فاهمه حاجه، بس قدامك الانبوبه بقت ثلاث اقسام صح؟ بقى في قسم فوق وقسم في النص وقسم تحت. حد معانا اهو؟ لازم دي تحت؟ لا شايفين لسه تحت هيجميلي حاجات شايفين. انا شايفه اصلا ايه؟ ها شفت كده؟ ايوه ديك احسن يعني. ها شفتها ولا لا؟ لا اهو شفت؟ تمام دكتور. ايه خلاص؟ يبقى الانبوبه هو تو ميمبرينز. اللي تحت اسمه ايه؟ اه ده جو النوم بقى. انا مهدي لك الضوء عشان تنام. الممبرين اللي تحت اسمه ايه؟ اللي فوق اسمه ايه؟ بص عشان بس قبل ما اكمل تانية جديد. فاكرين خاصة الايكوليبريم؟ دي اختها، اختها موبايل توينز. توينز بتاعها اهو جاية اهو تمام؟ وانت عارف يا تطلع فاهم ومبسوط يا اما بقى قابل. تاني هتيم انت لسه هتعرف. انصحك لك. معلش يا احمد. بس يا احمد حتى لو انت مش شايف انت معايا ان الانبوبه بقت ثلاث اقسام. هو في ممبرين كده وممبرين كده والانبوبه نفسها عامله كده. فالقسم اللي فوق ده اسمه سكالا فيستيبيولاي. اسمه ايه؟ يا سهيلة فيستيبيولاي. سكالا يعني قسم. فده سكالا فيستيبيولاي. شو مهم ايه اسمه فيستيبيولاي؟ اللي تحت ده اسمه سكالا تمباناي. واللي في النص ده اسمه سكالا ميديا. سويت سكالا ميديا. فالحاجة اللي انت هتقولها بتقول ما انا بقى مش شايفه زي الناس الانامي، ما تنزلها لنا هنا. اقول لها طب بص انا هنزلها لك هنا بس بعد ما اعمل حاجة هقطعها ونفعل. حد متخيل انت هتشوفه ايه؟ هتشوفه ده كده صح؟ ان هي انبوبة. انا مقاطع الانبوبة كده قوم جايبها في فالي كده يا كوثر. انت مش شايف ايه دلوقتي؟ مقطع في الانبوبه. تبقى تدعي لك كده الانبوبه ورا بقى تمام؟ فنفس الكلام اهو. ادي عامل انبوبه مبل وادي الممبرين الاسود تحت. انت عارف اسمه ايه ده؟ بازل. والممبرين الاحمر فوق اللي اسمه ايه؟ لايسن. طيب حد عارف السكالا اللي فوق دي اسمها ايه؟ سكالا فيستيبيولاي. ودي ميديا. ودي طب انا عايز اقول لك معلومه ما اعرفش هتتفاجئ بيها ولا لا. الميه اللي فوق هي هي الميه اللي تحت. حد اتفاجئ؟ لا. لا ليه؟ عشان واضح ان هم فاتحين على بعض في الاخر. الفتحه ديت اسمها الهيليكو تزيما يا ضحى. اسمها ايه؟ هيليكو تزيما. غالبا ما بنسالش عليها يعني. حد قال لك هو ليه الميه اللي فوق زي الميه اللي تحت؟ قلنا ليه؟ لان اخر الانبوبه احنا موصلين على بعض. فدي اسمها الهيليكو تزيما. فالميه اللي فوق دي يا ولاد اسمها البيري لمف. والميه اللي تحت ديت اسمها الاندولف. اسمها ايه؟ خد بالك كويس يا هشام عشان في ناس هتفهم الكلام ده غلط. ده انا هقوله دلوقتي بس تفهمه غلط. بص يا جعفر البيري نيمف شبه الاكسترا سيلولار فلويد. يعني ميه مليانه صوديوم. مليانه ايه؟ الجمله اللي جايه بقى اللي هتلخبطك. ان الاندولمف شبه الانتراسيلولار فلويد يعني مليان بوتاسيوم. بس الحقيقه غلط. الحقيقه كمان نقطه غلط. هو شبهه ان البوتاسيوم اكتر اه
ولكن في حقيقة الأمر الإندونيمف هو مينيم اتحط فوقيه بوتاسيوم، اتحط فوقيه يعني هو هو، بس الخلايا اللي هنا اللي اسمها ستلايا فاسكولاريس قعدوا يرموا بوتاسيوم كتير قوي. ليه انا بقول لك المعلومه دي؟ ما تقول انه شبه الانترسيلولار فلويد وخلاص. لا، انا عايزك تعرف ان البوتاسيوم ده ايون اضافي، ايون موجب اضافي، وده معناه ان الكهرباء هنا غير هنا. طبعا في فرق في الكهرباء، الكهرباء مش واحده جوه الانبوب، كهرباء السكالا ميتيا مول بوزيتيف على السكالا في ستيب دوماي والسكالا تبرا. ولان هذه الكهرباء هي كهرباء داخل الانبوبه فقاموا العلماء يسمين مسمينها ايه؟ اندو كوكليال بوتنشال. سموه ايه؟ يعني ايه يا ابو حسام اندو كوكليال بوتنشال؟ يعني فرق الكهرباء جوه الانبوب ما بين مين ومين عبد الرازق؟ فرق الكهرباء ده يقول لي ما بين الاندونيمف والبريمف. طب مين اللي موجب؟ مش هنسى الاندونيمف هو الموجب. شو معنى هو الموجب؟ لان هناك بوتاسيوم اضافي حد حطه. مين لحد دلوقتي اسماء؟ خلايا اسمها سايا فاسكولاريس. اسمها ايه؟ سايا فاسكولاريس. فاهمين اللي انا بقوله؟ فاهم الجزء؟ نعم زي ايه؟ بوتنشال فرق كهرباء زي ما قال اسود. يا زي ما بتكلم بوتنشال يعني كهرباء. تمام؟ ففي فرق في يعني في فرق في الشحنات الكهربائية. هل في فرق في الشحنات الكهربائية عند ريسبتور؟ ريسبتور بوتنشال. البوست سينابتيك؟ بوست سينابتيك بوتنشال. جوه الانبوبه؟ يبقى اسمه ايه؟ انت ايه رايك؟ بص على المنظر اها ليه في فرق؟ لان حطينا بوتاسيوم زياده في الاندوليمف والبوتاسيوم شحنته موجبه. معايا؟ صعب الكلام اللي انا قلته فيه دلوقتي. وعلشان كده انا اهتميت بكلمه ان انا ما شلتش الصوديوم وحطيت بوتاسيوم. انا اهتميت ان ده كان بيلم يعني الصوديوم موجود وحطيت فوقيه بوتاسيوم. معايا؟ والله يا دكتور انا معاك يعني، بس انا بصراحه مش فاهم انت عملت زعل ايه، ولا فاهم بصراحه برضه ايه لازمه الزعل، ايه الانبوبه دي يعني؟ انا لسه ما قلتلكش يا مصطفى، الانبوبه ديت هي اللي فيها الريسبتور. هي اللي فيها مين؟ مين بقى يا بيه الريسبتور بتاع السمع؟ فقاموا هيتال الهيستولوجي قالوا لي لا دكتور عيب، الريسبتور بتاع السمع هو الاورجان اوف كولتي. هو مين؟ ايه بقى الاورجان اوف كولتي ده؟ يا للعجب ويا للدهشه، شويه هيرسلز. تاني؟ تاني. هو كان فين الهيرسلز قبل كده؟ في الاستديول. طب الناس اللي عندها ضمير تقول لك ما هو اللابرنت كله اي ريسبتور فيه هيبقى هيرسلز. طيب يعني ايه يا حسام هيرسلز؟ اقول لك بقى عشان انت ما سمعتش المعلومه دي قبل كده. يعني شويه خلايا طويله كده عليها شعر. استديو سيليا. اهو. فقامت صاحبه قالت لي يعني واحده وثلاثه اثنين واحد. قلت لها لا 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 لا. في خليه جوه وثلاثه لبره. قالت لي ما هو ممكن بعد شويه يبقوا واحده لبره. قلت لها لا يا جماعه ده مقطع في الانبوبه. يعني ايه مقطع في الانبوبه؟ يعني احمل الخليه دي وراها صف كلهم واحد، والثلاثه دول يا صفيه وراهم ثلاث صفوف. تبقى العيال العبيطه اللي زي حالتي لما انا كنت صغير وكانوا فاكرين ان الاورجن اوف كولتي ده هو طابع خلايا، دي عيال عبيطه. الأورجان أوف كولتي أربع صفوف من الخلايا ممتدين بطول الأنبوب من أولها لآخرها، إحنا ماشيين كده صف لجوه وثلاثة لبره. يعني أنا أول واحد أهو وثلاثة جنبي، أنا مش لوحدي، ده أنا في صف كامل ورايا.
صف ده فيه 20,000 خلايا مش انت فاهم يعني. خلايا هيسل بص المفروض ان انتوا عارفين الكلام ده من هيستولوجي، بس الكوكليا بتلف حوالين عظمه تمام اسمها الليمبس ميديولس او الموديولس. فالخليه اللي جوه ناحيه الليمبس اسمها ايلن، ودي واحده. الثلاثه التانيين بعيد عنها، وبينهم النفق اللي اسمه تانل اوف كوالتي. النفق ده اسمه ايه سهيله؟ تانل. فقامت ياسمين قالت لي ماشي، يعني انت عايز من الاخر بس بعيدا عن ذلك انك عملت غيده تقول ان الاورجن اوف كوالتي هو شويه تنسلت؟ قلت لها ايوه. قالت لي وعايز تقول ان في انل وفي اوتل؟ قلت لها ايوه. قالت لي وعايز تقول ان الانل صف واحد والاوتل ثلاثه؟ قلت لها ايوه. قالت لي خلاص كده؟ لا لا اغلب الاكشن بيجي من الانل، شويه صغيرين بيجوا من الاوتر. اغلب الايفزن بيجوا للاوتر، شويه صغيرين هم اللي بيجوا للانل. والايفزن ده اسمه سنتري فيوجل فايبر، وبناء عليه بقت الانر هيل سيلز هي الخلايا اللي بتسمع، والاوتر هما اللي بيدايركت السنسيتيفيتي. فالواحد كالعاده يبدو كلام صعب، عشان ما الناس اولا انا ريسبتور، فطبيعي يا سهى ان يطلع من عندي اعصاب افرنت صح؟ اي ريسبتور في الدنيا خالص، اي ريسبتور في الدنيا طالع منه اعصاب ايه؟ افرنت رايح للسينس. هو اللي انا مستغربه يا صادق ان جاي لنا اعصاب افرنت لسه ما اعرفش لازمتهم ايه، بس اقول لك بعد شويه. بس الريسبتور بيطلع منه افرنت، الريسبتور هو اللي بيحس. اغلب الافرنت جاي من الانر هيلسنت ولا من الاوتر هيلسنت؟ يبقى مين اللي مسؤول انه يسمع، الانر ولا الاوتر؟ فاهم عبد الرزاق اقول؟ اقول لك ايه؟ هو الاورجن اوف كوالتي كل الاسماء تنزل واحده جوه وثلاثه بره. فانا لقيت ان اللي بيبعت السلك بتاع الاشارات هو الانر اكتر من الاوتر. يبقى مين فعلا اللي بيتاثر بالصوت وبيبعت فيه؟ يبقى السمع في المقام الاول مسؤوليه الانر ولا الاوتر؟ طبعا سوري كده. امال ايه لازمه الاوتر؟ فلقيت ان انا باعت الاوتر. انا مين؟ انا سينس. حاجه غريبه قوي عندي. انا متعود ان الريسبتور يبعت للسينس طبيعي يعني. انما ازاي سينس يبعت هو للريسبتور؟ بكره ان شاء الله هعرفك ان هذا البازلال ميمبرين بامتداده عليه هيلسنس. لا بكره ايه ما نبتدي. لا لا انا قصدي ان بكره هعرفك ان كل هيلسل مسؤوله عن صوت معين. فلما انت تحب تركز مع صوت معين دونا عن باقي الاصوات تبعت انت للمنطقه اللي انت عايزها تركز. فاهم؟ ولا سلام كده بتطلع. انت كمان مش انجي؟ ازاي؟ ايه ده بقى؟ طب احنا في الميتنج مش نفس الشخص وانا موجود؟ دول التوينز. ايه؟ انا مبهدل والله. انا انت قاعد هنا وانا ببص انت فاكر في ايه؟ امشي امشي ما امشي مش ناصر خالص. شوف اللي انا فيه. تاني ال حضرتك لما بتقعد تسمع الاصوات بتاعت السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن فيجي مثلا ما يسال يقول لك ايه؟ بص السيمفونيه التاسعه دي كلها كوب بس صوت الكمان يكون تاني. فانت تقوم قاعد بقى المره اللي بعدها تسمع السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن عايز تركز مع صوت ايه؟
كمان جا. ففي راجل بتاع النادي ده مش مهم، وراجل بتاع الاورج عادي وبتاع مش مهم، كل دول انت عايز تركز مع مين؟ بتاع كمانجا. خد بالك هو كل الاصوات هتجيلك غصب عنك وهتسمعها غصب عنك، بس انت عايز تسمع مين اكتر؟ بتاع كمانجا. الكمانجا ليها فريكوانسي مختلفه، يعني ليها منطقه معينه هي اللي بتسمعها. احنا اتفقنا ان كل صوت له فريكوانسي مختلفه، فانا هنبعت لصوت الكمانجا عند الفريكوانسي دي واقول له ايه؟ ابعت لي انت اكتر. ابعت لي انت اكتر ازاي؟ احكي لي بوكس. بس انا كده بتحكم في حساسيتي للاصوات اللي انا عايز اسمعها. قاعدين البنات بيتكلموا وانا بشرح، وطبعا محدش عايز يركز معايا، يعني انا صوتي بالنسبه للسلسبيل صوت مزعج جاي في دوشه وهي بتتكلم مع صحباتها، فهي عايزه تسمع اللحظه اكتر. عارف اعمل ايه في صوته ده؟ شايف معقول صوت؟ فتقوم مركزه اكتر مع صوت مين؟ تقوم بعت الاوتر سنس اللي بتسمع مين؟ حد فاهم؟ هو ده شغلانه الاوتر سنس. وعشان كده عمار احنا بعتين لها هي اغلب الافرنت. الافرنت دوت يا عمر اسمه ايه؟ اسمه سنتريفيوجال فايبرز. اسمه ايه؟ سنتريفيوجال فايبرز. بدون الخوض في تفاصيل هي اعصاب انهيليتوري. خلاص بس عشان لو مش هقولها انا مش هقولها دلوقتي. يلا بس بس خلاص بس في عيني دكتور. انا كل ده نعم فهيك ده سنسيفيتي، يعني توجه تركيزك لصوت معين. على فكره مش معنى كلامي ان لو الاوتر هيلث سيلز اتضربت هتسمع، برضه مش هتسمع كويس بس هتفضل بتسمع. تمام؟ عشان بعض الناس يقول لك ايه؟ يبقى الاوتر هيلث سيلز لو راحت مش فارق، انا هسمع برضه بس مش عارف اركز. لا مش هتسمع برضه. تمام؟ يعني سمعك هيقل جدا، انت بتسمع بالاثنين بس مين مسؤول اكتر عن السمع؟ الانا. مين مسؤول اكتر انه يوجهك لصوت معين؟ لو صوت ده اهم حاجه في الموضوع كالعاده. طيب هنسمع ازاي؟ يعني اوكي انا فهمت ادي اورجان كواليتي وادي الامور، انا كل دوت مش فاهم برضه انا هسمع ازاي؟ يعني ازاي الصوت دوت بيخليني ابعت اشاره؟ احكي لك بقى. وده واحد من اهم سؤالين عندنا في الهيرنج. صور عشان خاطر انا همسح الكوكليا ريتنشن. الأورجان أوف كورتي هو كل الهيلثرز كله. يعني انت شايفها دي الأنبوبة. تمام؟ الأنبوبة دي يا سيدنا بتلف دايما حوالين العظمة. تمام؟ اللي هي احنا قلنا في لفة 2.5 كده. ففي عظمة هنا. في صف ناحية العظم. وثلاثة أنا البلد. يعني عاملين كده احنا بنلف. تمام؟ دايما الصف ده هو ناحية العظمة، فدوت اللي اسمه ايه؟ هنا الثلاثة التانيين اسمه العظمة. فيجي السؤال الأهم. ميكانيزم أوف ستيميوليشن أوف ذا أورجان أوف كورتي. وأرجوك ركز كويس أوي أوي أوي. ازاي هتشغل الاورجن اوف كورتي بتاعك وتسمع الصوت؟ واحد بروباجيشن اوف ساوند اكيد. اثنين موفمنت اوف ذا اورجن اوف كورتي. هو ده اللي انا عايز اوصله. بس قبل ما اوصله انا عايز احط ممبرين تالت، وهذا الممبرين التالت يا حسام طالع من الليمبس اللي هي العظمه اللي هنا اللي انا بلف حواليها وماسك فوق الهيلثرز. الهيلثرز بيتشقق فيه. يعني لو انت متخيله يعني رحمه، فلو انا هيلثر وادي الشعر اللي طالع مني فالشعر دوت شابك كده
في التكتوريا الممبرين شبك فين؟ في التكتوريا. انت تقول بس خليني بس اسمع وفكرك ان الصوت دخل من ودني هنا هز التمبانيك ممبرين قمت انا نقله الى الاوفر ويندو. يعني مين اللي بيتهز؟ الاوفر اهتزازات الاوفر ويندو هتخلي الميه تتهز صح؟ يعني دي ميه فانا هز الاوفر ويندو فوق فالميه كلها هيحصل ايه؟ هتتهز معايا. الموجة الاهتزازية هتهز الممبرين. هات معايا ازازة مية. يا ولاد تخيلوا معايا ان دي الانبوبة تمام؟ الانبوبة دي زي ما حضراتكم شايفين كده ده الانبوبة كلها لفة حوالين نفسها لفة ونص بس يعني الانبوبة انا فايدها قدامها فيها مية وفيها ورقتين وفيها ايه؟ املى الازازه بس ميه للاخر عشان تبقى متخيل الازازه مليانه ميه على اخرها عامله كده خلاص. وانا كنت جاي على الورقتين اللي جوه ماليش دعوه بالورقتين بس انا كنت جاي على الميه فوق وهزتها هيحصل ايه للورقه؟ حد معترض على الكلام؟ ورقتين جوه الميه وانت هزت فوق ميه غصب عنك الورق ده البازل الممبرين وده التكتوريا الممبرين. فاحنا اتفقنا ان الميه اتهزت فالممبرين اتهزت. لا 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 انا اسف الممبرين اتهزت. يا سلام ايه يعني؟ الهيلسنس بتتشقق في التكتوريا الممبرين كده فلو انت بتطلع وتنزل كده ولا حاجه انت متخيل يا ايمن؟ انا ما بتحرك ولا حاجه انما لما بتحرك وانا طالع كده وانزل كده الشعر بقى بيحصل له ايه بقى؟ حد فاهم حاجه؟ الشعر ده ما بينه وما بين بعضه غطيان وتحت الغطيان بوتاسيوم شامل فلما الشعر يتحرك لبعيد يفتح باب للبوتاسيوم يوم البوتاسيوم داخل كهرباء تك 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 يبعت اشاره طب واحنا طالعين نقفل الغطا البوتاسيوم ما بيدخلش ثانيه بيك فاهمين وانا عارف هم فاهمين دي عشان هم سمعوا الكلام ده قبل كده تعالوا معايا انت بقى تعالى ثانيه دي واحده واحده ما بين كل هيلسل سوري بين كل ستيريوسيليوم والاخرى في بوتاسيوم اتشال تحت وانا ماسك غطاها. ده الغطا يا ريش ده ايه؟ غطا بوتاسيوم اتشال؟ خدي بالك ميسره. اما بنتحرك لفوق كده التكتوريا الممبرين بياخد الشعر كده. بص يا ناس الشعر بيروح كده. شايف الشعر بيروح ازاي؟ فالغطا بيحصل له ايه؟ بيتفتح. يا شباب اما الغطا يتفتح وبره الدنيا مليانه بوتاسيوم يوم البوتاسيوم داخل اوعى تبقى عبيط وتكون لسه فاكر ان الديبولاريزيشن لازم يدخل صوت تبقى عبيط ترجعك كلها تاني اي حد ممكن بوتاسيوم موجه وده يوم يحصل ايه هنا؟ ديبولاريزيشن تقوم تطلع ماده كيميائيه تشغل لك الكوكريا نيرف حد عارف الكوكريا نيرف؟ ده العصب السمعي التامن في عيني ده العصب انا مالي انا ولا التامن ولا التاسع ده العصب السمعي فيتبعت لك اشاره يبقى انت في صوت جاي لك طب وخد بالك بقى بص 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 انا طالع كده ففتحت وبعدت لك طب وانا راجع كده قفلت ما بنبعتش بنبعت ما بنبعتش بنبعت ما بنبعتش انا ماليش دعوه انت عرفت الصوت ازاي لسه بكره بكمله بس حد فاهم احنا ازاي بنبعت الاشارات في الكوكليا نيرف؟ هو بس كده هو ايه ده اللي بس كده يا محمد؟ تقول يا دكتور لما الصوت اتنقل الميه اتحركت فاتحرك الاورجن اوف كولد ولما بنطلع لفوق التكتوريا الممبرين بيتحرك ابعد شويه من البازيلر فالستيريوسيليا بتبند اواي فالبوتاسيوم تشانلز بتفتح
فيحصل حالة من الديبولاريزيشن، ابعت لك مادة كيميائية تشغل العصب. ايه لك عبد الله وانا نازل لتحت ممكن تمليني؟ يا دكتور الاستيريوسيليا بند توولد. حد عارف اواي مين وتوولد مين؟ انت لو واخد بالك كلمة ما يبعيد عنه وكده برجع له. لما بروح بعيد عنه بعمل ايه؟ بفتح البوتاسيوم شان يخش البوتاسيوم دي بولاريزيشن. طب ولما رجع ناحيته شايف الغطا ينجي؟ بقفل الغطا فيحصل حاله من الكلوجر والبوتاسيوم شان، فيحصل حاله من الهايبر بولاريزيشن. يجي واحد يقول لك الضغط، طب ما شويه والبوتاسيوم هيخلص. يا عم البوتاسيوم ايه اللي هيخلص؟ ما انا هعمل له ريسايكلينج. هتعمل له ايه؟ يعني ايه ريسايكلينج؟ يعني هلفه وارجعه تاني للخلايا اللي بتطلعه. حد عارف الخلايا اللي بتطلعه اسمها ايه؟ حد فاهم حاجه؟ فاكر الكلام ده صعب جدا عشان انت فظيع يا باشا. تفوق المستوى اللي مش طبيعي. يعني ايه بس؟ ما تطلعش من القاع وانت بتقنع نفسك انك فاهم، لانك لو مش فاهم بجد هتبقى مشكله في البيت. خصوصا بقى ايه؟ اما يخش بقى الجمل اللي انا ما بقولهاش ايه ده؟ هو فين صفيه تيجي تعيط لي بكره وشغلانه سودا؟ يا صفيه التزم بالثوابت. الثوابت سهل جدا. ان الكوكري اصلا عباره عن انبوبه عضل جواها كام من جرين؟ ليه يا ابني عايز تقول كل دوت تاني وانت واقف ليه؟ يا ابني خليك قاعد. جوه كام من بريد؟ اثنين. يا جدعان والله خليكوا قاعدين. يا محمد خليك قاعد. يا محمد مش عايزك تقف يا اخي. كام من بريد؟ اثنين. اللي تحت اسمه؟ اللي تحت اسمه؟ مفيش. اللي فوق اسمه؟ فتقسمت الكوكليا او الانبوبه الى ثلاثه سكالا. سكالا فوق؟ سكالا تحت؟ تحت؟ في النص؟ وبعدين بقينا عارفين ان الفلويد اللي فوق واللي تحت هو هو اسمه اسمه ايه؟ انما الفلويد بتاع السكالا ميديا اسمه اسمه ايه؟ طب يفرق ايه على البيري نيمف؟ اصل احنا رامين عليه شويه مين اللي رماهم؟ ايه؟ فرق في الكهرباء اسمه اندوكوبريا بوتنشال. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مين اللي موجب اكتر من الثاني؟ من فاز موجب 80 ملي فولت. كم بالظبط؟ 80 ملي فولت. مش مهم قوي الكلام ده، لكن تعالى بقى على حسب لما نفكر مع بعض. هو الاوردر اوف كوزي عباره عن ايه؟ عباره عن هيل سيلز. عباره عن ايه؟ الهيل سيلز ديت موجوده فوق الممبرين اللي اسمه بس اسمه ايه؟ بس الاستيريو سيليا طالعه فوق شبكه في ممبرين تاني اسمه فيكتوريا. اسمه ايه؟ وبعدين قالوا لي ان الهيل سيلز نوعين، نوع نوع ثلاثة. وقالوا لي خد بالك ان الانر هم اللي بيجي لهم اغلب اغلب ايه؟ امال الاوتر بيجي لهم اغلب؟ عشان كده هم مش مسؤوليتهم الاساسيه السمع وانما الصوت اللي انت عايز تركز معاه. قلت لهم طيب عايز بقى اسمع. قالوا لي امال اول خطوه تعمل اول خطوه تعمل اعمل ايه؟ وبعدين الميه هتتحرك فهيتحرك مين؟ هيتحرك مين؟ وهو طالع لفوق الاستيريو سيليا بالبند فيحصل ايه البوتاسيوم تشانل؟ فتحصل حاله من والتبعيه يطلع الماده الكيميائيه اللي اسمها جلوتاميت او اسفالتيت فالكوكليا نيرف يبعت لك اشاره. طب واحنا نازلين لتحت البوتاسيوم تشانلز تقفل وبالتالي بناء عليه تبقى حاله من هايبرمورايزيشن كده احنا ما بنبعتلكش حاجه. هو على حسب انت ونصيبك بقى وعلى حسب الصوت اللي موجود. تمام. في الاخر البوتاسيوم ريسايكلينج عبر الاستطاعة يعني بس ولا ايوه لسه ما قلناش بس وغالبا مش هنقول وغالبا مش هنقول لكن دوت بص يا يعني هي معلومه احنا ما قلناهاش خالص بس كل ما الريست الميمبرين بوتنشال بيبقى اعلى بتبقى الاكسايتابيلتي اعلى صح؟ يعني انت لو تلاحظ زمان في سنه اولى كان العصب الكبير كام؟ 96 المتوسط 76 يبقى الاعصاب الاكبر الاكسايتابيلتي اعلى لان كهربتها جوه مور نيجاتيف صح؟ خد بالك بقى بما ان انت سالت الهيرسن
جوه هنا جوه 77 تحت. خد بالك ان البيز بتاعها تحت. طب فوق بقى في الايبكس سالب كام؟ بوزيتيف اصلا مش سالب. بوزيتيف فوق سالب 150. ليه؟ بص اسمع ايه؟ بص ادي الهنسل نصها اللي تحت في البيلينف، نصها اللي فوق فين؟ في الاندل. فاحنا جوه سالب 70. افترض ان ده صفر. وانت بالنسبه للصفر كام؟ سالب 70. فوق كام؟ موجب 80. يبقى انت اصبحت سالب كام؟ اذا كنت انت بالنسبه للصفر سالب 70. فانت بالنسبه للموجب 80 سالب كام؟ سالب 150. اذا الاكسايتابيلتي اعلى. ربنا مخلي الاندوكوكليا بوتنشال علشان تبقى الهيلث سيلز الاكسايتابيلتي بتاعتها اعلى بكتير، وده يرفع حساسيتها للصوت. فاهم؟ يعني بما انك سالت. اتفضل. نعم. احنا لقينا ان في ايفيدنس تاني اوتر اوف كولز، وعرفنا اهميته ايه؟ ايه اهميته اصلا؟ ده ايه اهميه الايفيدنس اصلا؟ اسمعي في عيني، ما ممكن اسمع من غير ايفيدنس. هو السمع محتاج ايفيدنس يا انجي؟ السمع محتاج افيدنس. محتاج ريسبتور يبعت في افيدنس. ليه انا باعت ايفيدنس؟ عشان اركز مع الصوت اللي انا عايزه. مين؟ لقينا بعض الايفيدنس جاي مين؟ للام. قد يكون الانر ليها دور، لكن مين الاساسي في توجيه السنسيتيفيتي؟ ديسكس. ايه؟ الروس. هي دور تدخل صوت؟ ده كلام تبع العمل. خلي بالك. اصل هي ديت البيز بتاع فين؟